لو الحكاية فيها إن فيديو بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعزي المشير صدقي صبحي في اولاده والجيش وفي الشرطه اللي مات، وبعزي لرئيس رئيس الجمهوريه. انا بقول دلوقتي انا بطلب تطهير من الاحزاب الارهابيه اللي نازله في الاحزاب السياسيه. انا عايزه تطهير كامل سوى ايه؟ مفيش حد دلوقتي فوق عن القانون. اي سياسيه مندمه لجماعه ارهابيه بطلب تطهير ليها. ونفس الوقت انا بقول اصحي يا مصر، عشان ده في حرب قايمه في مصر، صحصحوا والعدو مننا في اوروبيه. اصحوا يا مصر وحافظوا على مصر، دوروا وشوفوا عيالكم وحافظوا على جنودكم وحافظوا على شهداءكم اللي بتموت. دوروا على مصر اللي شوفوا فيها كام شهيد، شوفوا اللي فقد امه واللي فقد ابنه واللي فقد زوجته، شوفوا اللي كل شهيد بيموت فيك يا مصر وبيتهارك بدم مصر. واحنا بنقول تحيا جمهوريه مصر.